بعد أن شهدت تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا أعمال عنف غير مسبوقة، تتراجع الحكومة الفرنسية خوفا من تفاقم الأمور واتساعها عن قرارها بفرض ضرائب الوقود، وتعلق الزيادة المقررة لمدة 6 أشهر بعد رفض عدد من محتجي السترات الصفراء لأي حوار معها. رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أشار خلال إعلانه عن قرار وقف الضرائب المقررة أن المرأة يجب أن يسمع ويرى غضب الشارع إزاء سياسة مكافحة التغيير المناخي التي وصفها ماكرون بالمهمة، موضحا أن فترة تعليق زيادة الضرائب ستستغل لمناقشة إجراءات أخرى لدعم الطبقة العاملة الفقيرة، ويجب تقديم تنازلات من قبل الحكومة والمحتجين. مسؤولون فرنسيون ألمحوا في وقت سابق إلى زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور، في وقت دخل طلاب الجامعة على خط التظاهرات، حيث أغلق عشرات الطلاب مدخل جامعة السوربون في العاصمة باريس احتجاجا على الإصلاحات التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضمنت زيادة رسوم التسجيل، إضافة لمشاركة العديد من المدارس في الاحتجاجات. احتجاجات السترات الصفراء التي امتدت لتصل إلى كل من بلجيكا وهولندا بدأت بدعوات لتظاهر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وركزت على التنديد بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الضرائب التي فرضها ماكرون على الوقود، والتي وصفت أنها تميل لمصلحة الأثرياء، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه في أدنى مستوياتها.